اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام كتير مهم جدا، لكن دلوقتي قضيه مهمه جدا وكلام شديد الاهميه بناخده دايما بعظمه لسان. لما تيجي تغني ما تغنيش علينا، سيادتك تغني، تطرب الناس، تدلع الناس، تسمع الناس، امير الغناء، نقيب الموسيقيين، كل هذه الألقاب مستحقة للفنان الكبير هاني شاكر. لكن وطبعا للفنان الكبير هاني شاكر ولكل الناس الزملكاوية وكل الأفاضل الكبار، كل واحد من حقه يعبر عن ناديه، عن ظروف ناديه، عن غضبته من أحوال ناديه، كل ده حق مكتسب وحق طبيعي جدا جدا، ما لناش إن احنا نتكلم فيه أو نعترض عليه. لكن لما يكون الأمر يتعلق بقى بالنادي الأهلي ويتم الزج بالنادي الاهلي، اعتقد يبقى كلام يا باشمهندس ملوش معنى. هي دي المشكله يا استاذ ابراهيم، وده اللي انا قلت عليه، ان بعض المثقفين والقامات اللي ما بتشجعكش ها شايفه ان دورها ان تنال منك ومن مصداقيتك ومن احقيتك في الفوز بالبطولات، وده كلام نقلا عن ناس قاعده في القهوه بتغيظ بعض، لكن الكلمه المسؤوله اللي تليق بواحد مثقف وبيشغل منصب انه نقيب الموسيقيين، بعد ما نسمع هنعلق. طب نسمع الاول الفيديو الاولاني للفنان الكبير هاني شاكر. اللي في 2005 اعتقد يا احمد برضه نفس الحكايه، الزمالك ما اعرفش اخذ ثلاث اربع مرات الدوري واخذ بطولات وغلب ما اعرفش ايه وعمل ايه، فاتحل المجلس. في 2000 وما اعرفش وكام نفس الحكايه، دي ثالث مره يتحل فيها المجلس. مع ان المره الوحيده اللي اتحل فيها مجلس اداره الاهلي مثلا الوزير هو اللي اتشال، وبعدين جابوا نفس المجلس هو عشان حفاظا على النادي وحفاظا على استقرار النادي، جابوا نفس المجلس يكمل المسيره بشكل تعيين لحد ما يتم انتخابات جديده. طب ليه ما بيتعملش كده مع الزمالك؟ والله لانه واضح انه المعامله مش بالمثل، واضح كده ان الكره في مصر هي قطب واحد فقط مش قطبين، بدليل اللي زي ما بقول لك، لان انا يعني انا ما شفتش حد انتفض وقال لا ما ينفعش يتعامل مع نادي الزمالك كده. باشمهندس تعليقك السريع. تعليقي انه يعني هو يعني عايز في اللحظه دي اللي فيه جدل على موقف فنان زي الكابتن محمد منير يطلع هو بقى يزايدوا على بعض، دي حاجه تخصهم، لكن انا بتكلم انك انت وانت طالع بتتكلم على نادي الزمالك ليه بتجيب سيره الاهلي؟ لان الموضوع بتاع النادي الاهلي ده عايز شرح، بس بعد انت ما تقول لي وجهه نظر. فيما يخص الزمالك وفيما يخص المعلومات بقى، حد مختلف او حد لحق ينسى انه مجلس اداره الزمالك الحالي برئاسه مرتضى منصور تم تجميده بقرار من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ابن نادي الزمالك؟ الاهلي له علاقه بالموضوع؟ ابدا. الاهلي كان مسه بعض التجاوزات من رئيس نادي الزمالك لجأ فيها للقضاء ولا زالت محفوظه او ما زالت منظوره. لكن لما يتقال اصله كل المساله لتسهيل حصول الاهلي على البطولات، ده كلام الاستاذ هاني شاكر، يقول لك في 2005 لما الزمالك خد الدوري سنتين ثلاثه لا استوب حلوا علشان الاهلي يرجع ياخد البطوله. لا والله، ده ال 12 مرة يا أستاذ هاني اللي الزمالك خد فيهم الدوري مفيش مرة فيهم ثلاث مرات متتالية مبدئيا عشان تحمل الأهلي وزر تاريخي لم يرتكبه. الزمالك أقصى مرات متتالية في الفوز بالدوري مرتين، الثالثة دي أنا معرفش أنت حضرتك جبتها منين، لكن هي 2005 مجلس إدارة نادي الزمالك تم حله بسبب خلافات بين أبناء نادي الزمالك ومسؤولي المجلس واللجوء للقضاء. تم حل المجلس بناء على خلافات داخليه الاهلي ما هوش طرف فيها. قبل كده مجلس اداره المستشار جلال ابراهيم تم حله بسبب انسحاب الزمالك من مباراه الاهلي في مباراه حسام حسن وفيليكس، يعني النادي الاهلي ليس طرفا. ايه علاقه دلوقتي ان نادي الزمالك شايف وضعه عامل ازاي؟ الاستاذ هاني شاكر شايف انه مرتضى منصور اتظلم، مرتضى منصور قال لك احسن رئيس نادي في التاريخ، طب ما تقديرك وده رايك يا استاذ ابراهيم بسرعه. طب هو مجلس اداره نادي الزمالك منذ انشائه لحد الستينات اتحل مجلسه؟
ما تحلش. طيب منذ بداية الدوري العام لحد الستينات في 48 الزمالك اتحل مجلسه ما تحلش. طب كسب الدوري كم مرة؟ ولا مرة لحد الستينات. بالعكس الأهلي لم يفقد أول بطولة دوري إلا بعد تأميم أحمد عبود باشا اللي كان رئيس النادي وقتها لمدة كل فترة النجاحات تحت النادي الأهلي من الأربعينات لحد الستينات، وساب الدنيا وسافر على إنجلترا. فاللي كان أول دوري الزمالك 59 60 أيوه ما أنا بتكلم يعني بعديه على طول دخل في مشاكل ومشي الراجل. طيب هو فيما يخص الأهلي بقى، لأنه المقاربة بين الاثنين ظالمة جدا، ظالمة للحقيقة قبل ما تكون ظالمة للأهلي. يقول لك ما هو الأهلي قبل كده لما الوزير طاهر أبو زيد حل مجلس إدارة النادي الأهلي قال لك لا، إزاي الأهلي ما يتحلش، ده الوزير اللي يتشال. العملية ما كانتش كده خالص.